قصه الكابتن ابراهيم نور الدين. كنا اتكلمنا مع كابتن توفيق السيد قبل الحلقه اللي هو نائب رئيس لجنه الحكام، وطلبنا منه انه يكون معانا، بس هو مش حابب يظهر اعلاميا دلوقتي، وقال ان الكابتن ابراهيم نور الدين هيتم ايقافه 8 مباريات سواء في الدوري الممتاز او في الدرجه الثانيه، مش عشان اخطائه في مباراه الزمالك وسموحه، ولكن عشان ادلى بتصريحات اعلاميه بعد المباراه. والحاجه اللي تقف عندها يعني كابتن توفيق السيد كمان قال انه لجنه الحكام هتشكو لاتحاد الكره الكابتن جهاد جريشه والكابتن سمير عثمان، الناس اللي بتحلل التحكيم، عشان يعني انتقدوا لجنه الحكام او انتقدوا الحكم. احنا وصلنا لكده؟ احنا كمان عايزين نشكو الناس اللي بتحلل؟ مفيش الكلام ده. انا مش فاهمها والله، يعني انا مش فاهم، انا اطلع احلل حد يشتكيني؟ بحلل حالات تحكيميه، يعني هتشتكيني ليه؟ انا ما فهمتهاش دي بصراحه، ما فهمتهاش. بس دي ليها علاقه وليها بعد، وانا برضو بصراحه انا عايز اتكلم بصراحه قوي النهارده في موضوع الحكام ده، ليها بعد بقى. اصل كابتن سمير كان مرشح يبقى موجود في لجنه الحكام، كابتن جهاد كان مرشح يبقى موجود في لجنه الحكام، فادام هم بره يبقى مش عايزين، يعني عارف، هي دي الاسره اللي بقول لك عليها، اسره تحكيم مصري، مفيش اسره اصلا. معانا الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينا. صباح الفل، فين اسره التحكيم يا كابتن جهاد؟ لا انا اولا بحييك على الحلقه، يعني حلقتك بسم الله ما شاء الله قبل كده هايله، لكن النهارده طبعا بتمسنا احنا كحكام، في حلقه بحييك على الانترو بتاعك، وبحييك على ان انت بتضغط على المشكله وعلى الوتر الحساس بالنسبه للمشكله الاساسيه للتحكيم وعصب المشكله للتحكيم المصري. بنتكلم في مشكله كبيره، وانت النهارده بتناقش مشكله بتمس الكره المصريه مش تحكيم مصري بس، لان في نجاح التحكيم المصري هو نجاح الكره المصريه. صحيح كابتن جهاد، انا النهارده داخل الحلقه دي وفي نيتي ان انا احاول ندي حلول، وعايز اللي معايا يدي حلول، وندي حلول بدل ما كل شويه كل اسبوع كلنا عمالين نصرخ وعمالين نزعق وعمالين نقول الدنيا بايظه، طب ما نشوف حلول يا جماعه ونمشي فيها نساعد بعض فيها. كابتن جهاد، ايه الحلول السريعه اللي تخلينا بسرعه نطور فعلا التحكيم المصري؟ انا عارف ان العنوان كبير شويه، بس اكيد في نقط حضرتك ينفع تقولها لي. بص، نقط سريعه. احنا محتاجين لجنه حكام محترفه. جاي لي خبير اجنبي مش خبير اجنبي مش فارق معايا، انا عايز خبير اجنبي معاه ناس تنجحه. خبير اجنبي لو جالنا كلينا رئيس لجنه حكام اتحاد دولي ومش معاه ناس تنجحه يا كريم مش هينجح. صح، فانا بتكلم انا عايز خبير اجنبي مع اربعه محترفين، يعني شغلهم كله تحكيم، يقعدوا للتحكيم لجنه حكام. على فكره ما حصلش قبل كده، احنا دايما عندنا فقط رئيس لجنه حكام المحترف والباقي كله شبه محترف. لا، احنا عايزين اربعه مع رئيس لجنه الحكام اللي موجود سواء اجنبي او مش اجنبي، في الاخر محترفين قاعدين للحكام والتحكيم بس. عندنا مشكله كبيره في التحكيم، لازم نعترف بده. صح، ما نقولش احنا بخير، لا احنا مش بخير. فبالتالي احنا عايزين نحل المشكله. احنا عايزين نبني، لان طول الوقت بنعمل مسكنات. لا، انا عايز الناس تبقى موجوده كناس محترفه. الخبير الاجنبي هقول لك برضه بمنتهى الامانه، مارك كلاتنبرج لو اللي معاه كانوا اشتغلوا عشان ينجحوا كان نجح. وبالتالي بكلمك على اللي جاي، مش عايزين نجرب ونفشل تاني. صح، عايزين ناس برضه نتكلم بمنتهى الامانه عشان خاطر او لمصلحه التحكيم المصري، عايزين ناس تشتغل للتحكيم باخلاص. الناس دي لو اشتغلت ونجحت كلنا معاهم. صح، ما عندناش ادنى مشكله على فكره. احنا يعني ما حدش بيدور على مكان، لا بالعكس، احنا دلوقتي اسوأ وقت ممكن تشتغل فيه في التحكيم. فبالتالي ما حدش بيجري دلوقتي انه يخش في منظومه التحكيم، لان دلوقتي الوضع الاصعب للتحكيم المصري. صحيح. بس بننصح ان لو جبت خبير اجنبي اتحاد الكوره، بنتكلم اتحاد الكوره، لو جبت خبير اجنبي لو سمحت هات ناس معاه محترفه. الراجل اللي جاي ما يعرفش حاجه في التحكيم، ما يعرفش الحكام، ما يعرفش المنظومه، وبالتالي محتاج ناس معاه تشتغل 24 ساعه عشان تنجحه. طيب انا كنت بتكلم يا كابتن جهاد قبل ما تدخل على ما يتقاضاه الحكم في مباراه في الدرجه الاولى بس او الدوري الممتاز، تمام؟ وسالت هل ينفع يبقى الحكام بتوعنا محترفين؟ هل الرقم ده ينفع يبقى رقم كبير وضخم؟ احنا بنصرف كتير، احنا كمنظومه كرويه مصريه سواء انديه او اتحاد، احنا بنصرف فلوس كتيره جدا ومش بنبخل غير على منظومه التحكيم، ما بفهمهاش دي. انا نفسي اشوف حكم محترف، نفسي اشوف حكم شغلانته الصبح والظهر وبالليل التحكيم وبس، هل ده ينفع نعمله ولا صعب ومستحيل؟ بص، هو اتجربت التجربه في الاتحاد الافريقي. تم اختيار 20 حكم على مستوى الاتحاد الافريقي، وقالوا ان دول حكام محترفين او نص محترفين، وتصرف لهم مرتبات شهريه. وتمت التجربه، والتجربه على فكره ما نجحتش. في الاتحاد الافريقي ما نجحتش. لكن في الاتحاد المصري انت ممكن توفر حاجات وعناصر تانية اهم من ده. توفر سبل الراحه للحكم، لما يسافر اسوان يسافر بطياره تحجز له طياره، لما يسافر اسوان تحجز له فندق.
يتعامل معامله ادميه، لما يجي يسافر مشوار زي اسكندريه جاي من القاهره يطلع له عربيه يسافر بيها. الحاجات دي على فكره حاجات صغيره اه بس مؤثره جدا في الحكم. ايوه ما هو الحكم معلش يعني يا كابتن جهاد لما يسافر هو حتى اسكندريه، لما يسافر اسكندريه سايق بعربيته، ده الواحد لما بيبقى بيسافر او بيسوق ساعتين بيبقى عايز يروح ينام يريح ساعتين كمان، هو المفروض يروح سايق ساعتين وينزل يلعب مباراه ويقعد يجري. فبتتكلم صح كلامك مظبوط، انت بتتكلم على وفر يعني كل، وبعدين الفلوس اللي الحكم ما بياخدهاش على طول، انت على فكره التحكيم بيتاخر قوي، الفلوس دي لو شهريا بتاخد مستحقاته برضه، الحاجات دي كلها متطلبات في التحكيم موجوده. يتعامل معامله ان انا عايز اديله حقوقه على قد ما تقدر على اساس تدي ياخد منه شغل. واللجنه اللي موجوده تشتغل على الارض، تشتغل للحكام عشان في الاخر نلاقي تحكيم كلنا نشيد بيه على فكره. محدش لا يمكن تلاقي ايجابيات في على الارض وحد يقول لا مفيش ايجابيات، لا قلنا ان في ايجابيات واحده واثنين وثلاثه. انا قلت لك امبارح خدنا خطوه واثنين وثلاثه واربعه في اللجنه الموجوده بعد ما كلاتنبرج مشي. زعلوا منك، زعلوا منك، زعلوا منك جدا، زعلوا منك يا كابتن جهاد جدا. لا انا بتكلم والله، بص كريم انا بتكلم بوضوح، انا المصارحه في منظومة التحكيم المصري هي اللي هتنجحنا. لازم نتكلم بصراحة ونتكلم بوضوح، احنا مش ضد حد ولا مع حد. انا بتكلم ان احنا خدنا خطوة واثنين وثلاثة واربعة وقدمنا حكام، المجموعة اللي موجودة قدمت حكام كويسة واشدنا بيها كلنا في التحليل. الماتش امبارح انا قلت بمنتهى الامانة رجعنا 10 خطوات لورا، انا ما بنكرش ده واقع. يعني بتتكلم انت اذا كنت انت بتفكر 1% تجيب خبير اجنبي بعد ماتش امبارح، التفكير بقى 95%. اللي طيب. ينكر كده، اللي ينكر كده يبقى ما بيحبش التحكيم المصري. طيب كابتن جهاد انا برضو طرحت حاجه انه الخبير التحكيمي الاجنبي اللي المفروض يجي ده يبقى راجل مطور، نعتبره مستشار يطور الحكم، مش يبقى رئيس لجنه الحكام. انا بحس ان اللي بيجي رئيس لجنه الحكام ده المفروض يعني ايه، يعني هو نازل بقى يشتغل بايديه، نازل يتبهدل، عشان انت بتتكلم في منظومه كبيره جدا وضخمه جدا. احنا محتاجين من الخبير التحكيمي الاجنبي يجي مطور ولا يجي رئيس لجنه حكام؟ التجارب اللي جنبنا كريم عشان تنجح نبص التجارب اللي جنبنا. الجزائر رئيس لجنه الحكام جمال حيمودي، الخبير التحكيمي اللي موجود مطور للتحكيم كيم لي شونغ. قيس على كده كل الدوريات الكبيره اللي موجوده في كل مكان في العالم، في السعوديه، في قطر، في الامارات، في اي مكان، نفس الكلام ده. الراجل لو جمت ما ترموش البحر وما بيعرفش يعوم، هو مش عارف حد في التحكيم المصري بالظبط. فبالتالي انت اللي هتبقى عينه اللي بتشوف بيها الناس المصريين اللي معاه، اللي هم هيديروا معاه التحكيم عشان ينجحوه. وبالتالي انت هتاخد خبرات الراجل ده عشان تطور التحكيم مع الناس اللي موجوده المصريين اللي هيساعدوه. وتاكد يا كريم برضو الكلام باكده، المصريين اللي معاه لو مش هيشتغلوا عشان ينجحوه مش هينجح. احنا عايزين الموضوع ينجح او التجربه تنجح ايا كان مين اللي جاي، احنا مش فارق، انا مش فارق شخصيا، مش فارق معايا. انا فارق معايا ان لما امشي في الشارع كحكم مصري سابق الناس كلها بتتكلم بايجابيه على التحكيم المصري. صح. ده مهم. صح. لان نجاح الحكم في الملعب نجاح ليا وانا حكم مبطل وموجود بحل التحكيم. صح. بالعكس الناس بتقابلني في الشارع مبسوطه بالتحكيم. صح. النهارده الناس بتقابلني في الشارع مستاء من اللي بيحصل في التحكيم. صح. وبالتالي انا بتكلم علشان لازم نتكلم بصراحه ووضوح عشان ننجح التحكيم المصري الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. يا رب يا رب ناس تكون بتحب فعلا الكوره وبتحب البلد وبتحب تطور حقيقي، يعني ما تبقاش الامور انا عايز منصب وخلاص. يا ريت يعني، يا ريت ان شاء الله.